في العراق خرجت مظاهرات جديدة قرب مقر السفارة السويدية في بغداد للاحتجاج على حرق المصحف الشريف في ستوكهولم. وهذه لقطات مباشرة من أمام مقر السفارة السويد في بغداد، حيث تجمع المتظاهرين أو المتظاهرون للاحتجاج على حرق المصحف الشريف في ستوكهولم. وينضم إلينا من بغداد محمد فاضل مراسل الغد. محمد، يعني تفاصيل المشهد لديك في ظل يعني استمرار هذه التظاهرات ووجود دعوات جديدة من التيار الصدري للتظاهر. التظاهرات هنا تبدو كبيرة جدا، لأن كثير من أهالي بغداد وأيضا عدد من المحافظات قد تجمعوا عند مبنى السفارة أو بالقرب من مبنى السفارة السويدية في بغداد، وتحديدا عند منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد وبالقرب من وزارة الخارجية. التظاهرات هنا كما قلت كبيرة، الأعلام العراقية ترفع بشكل واضح وكبير للعديد من المتظاهرين. هناك التزام من قبل المتظاهرين بهذه التظاهرة على أن تكون تظاهرة سلمية وأن ترفع فيها فقط الأعلام العراقية، إضافة إلى هتافات تندد بما جرى في السويد بحرق القرآن الكريم، وأيضا المطالبة بأن يؤخذ موقف رسمي من قبل الحكومة العراقية حول ما حدث هناك في المملكة السويد. القوات الأمنية أيضا تنتشر بشكل كبير لحماية هذه التظاهرة، لا يوجد أي احتكاك ما بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين، على العكس من ذلك هناك تعاون ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين بشكل واضح. هناك أعداد كبيرة فوقت المنطقة من القوات الأمنية، إضافة إلى وجود أكثر من 200 عنصر أمني أو ربما أكثر عند مدخل السفارة السعودية في بغداد، حفاظا على عدم دخول المتظاهرين إلى مبنى السفارة. طبعا المتظاهرون يقولون بأن لديهم أوامر بعدم الدخول إلى مبنى السفارة والتظاهر أمامها، وأيضا الالتزام أن تكون هذه التظاهر هي وقفة احتجاج سلمية وتظاهر في أنحاء. طيب عن خطوة استدعاء السفير، يعني هل هناك رد من الخارجية السويدية؟ حتى اللحظة لم يكن هناك رد من قبل الخارجية السويدية حول مسألة يعني استدعاء السفير، لكن كانت هناك يعني بيان للخارجية العراقية قالت بأن الحكومة السويدية وعلى لسان وزارة الخارجية هي غير راضية عن ما حدث من قبل المواطن السويدي العراقي الأصل الذي قام بحرق القرآن، هكذا بدأ البيان. لكن قبل لحظات من الآن كان هناك بيان مقتضب جدا لوزير الخارجية العراقي الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس التعاون الإسلامي لبحث هذا الأمر، وإضافة إلى ذلك بعث برسالة أو يعني بمذكرة احتجاج أخرى شديدة اللهجة إلى السفارة السويدية. طبعا طاقم السفارة السويدية لا يتواجد داخل السفارة وإنما في مكان آخر، وبالتالي هذه اللقاءات تجري ما بين وزير الخارجية العراق وبين طاقم السفارة في مكان بعيد عن مبنى السفارة، لكن الخارجية العراقية على ما يبدو مهتمة بهذا الأمر. القضاء العراقي أيضا أصدر مذكرة على الشخص الذي قام بحرق القرآن الكريم على اعتبار أنه من أصول عراقية، وبالتالي وفقا للمادة التاسعة من القانون العقوبات العراقي قدم القضاء العراقي مذكرة إلقاء القبض، وهو يقول بأنه سيتعاون مع الانتربول لجلب هذا الشخص ومحاكمته داخل البلاد. وهل ستوافق السويد على ذلك؟ لا نعرف إن كانت السويد ستوافق على ذلك أم لا، لكن وفقا للقانون العراقي فإن هناك فقرات تسمح بأن ينفذ هذا الأمر، لأن الشخص الذي حرق القرآن الكريم هو من أصل عراقي، وبالتالي يعني لدى العراق الأحقية بجلبه من مملكة السويد ومحاكمته وفق القانون العراقي. لكن تبقى المسألة أن هل أن السويد ستوافق أم لا، هذا أمر طبعا غير معلوم حتى اللحظة، وننتظر ما هي تفاصيل بالنسبة للموقف السويدي من هذا الشخص. ربما يكون الأمر أسهل لأنه يعني يحمل صفة لاجئ، وربما القوانين هناك تحظر ذلك، تسليم اللاجئين، مسألة حقوق الإنسان أو ما شابه. طيب يعني فيما يتعلق بهذه المظاهرات، يعني مفهوم أنها للاحتجاج، ولكن هل من مطالب بعينها يقدمها المتظاهرون؟
التظاهرات هنا كما قلت هي كبيرة جدا، وبالتالي نسمع العديد من الاحتجاجات والمطالب، منها المطالبة من مقاطعة البضائع السويدية الموجودة في العراق، منها أيضا كانت مطالب شعبية طبعا هي وليس مطالب يعني حكومية، هي مطالب شعبية بحتة، أن يكون هناك إغلاق للسفارة السويدية لطرد طاقم السفارة السويدية من العراق، أيضا وضع حد لمسألة التطاول على القرآن الكريم من قبل أي دولة أخرى، وأيضا محاكمة من قام بهذا العمل. تقريبا هذه هي المطالب الرئيسية التي رفعت خلال هذه التظاهرة التي ما تزال مستمرة حتى الآن. إذن محمد فاضل مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.